الدار وماشي لقيت واحد الخبر هو راه الصدمة، راه الصدمة، راه مو مسكينة ما صابراش. دابا الدري ما لقيتش. عطينا شي سؤال باش من عائلة ديال الضحايا اللي ماتت بها. هي سيدي من عائلة الضحية اللي ماتت دابا، توفات سميتها مليكة. بو دي برشات لسيد الحال، جات لسيد المرحلة، حنا من المحمدية ونصبوا عليها على عقل ضعيفة، قالوا لها تحريك وباش يلاه ديري المستقبل ديالك. الدرية هزات ولدها صغير في عمره دابا 4 سنين وباقي ما خرج، ما لقاوش، باقي ما لقاوش، وهي توفات. وتنترجع الناس اللي تيبدي يقولوا لك الحريق، ما الحريق راه الا ما كان شي حاجة مسوق راه ما لم يغامر بحياته. الدرية شتا اخر مره هي الخميس. الخميس اش قالت لك؟ قالت لنا احنا، قالت لها غادا لمراكش لوالديها، قالت لها غادا لمراكش، قالت لها ما يلا معايا غادا لمراكش مع ولدها، ريح من المدرسه، قالت لها ندير ولدي فاجي شويه. والسيده راه تا جاو لعبوا بها، قالوا لك راه الحرايق راه مشات الحارقات، راه ماتت توفات، جاتنا الاخبار. ولدها شحال عندها تقريبا؟ ولدها عنده 4 سنين. وعلى حسب الناس يقولوا لك راه 70. العدد ديال الناس، الفلوس، الثمن ما عارفينش. احنا راه قلت لك، راه قالت لنا هي غادا لمراكش، تقول لها ما عندناش درايه على هذا السؤال. اما الفلوك راه ما تجيبش، ما تركبش 10 ومرقى لك الناس مركبين فيها 70. شفت الفلوكه كي دايره؟ الفلوك راه ما تهزش 10. واش هي مفلوكه مسمره بمسمار ديال الخمسه ويقول لك فلوكه؟ حشومه هادشي اللي كانوا يضيعوا في عباد الله. كتحرك قاد بدوده كتدخل ما قادش تصير خوي، حشومه باش تضيع هاد الناس كاملين 70 واحد. الناس اللي كيديروا بحال هادشي، وتنقول لهم الله يهديكم، حسبي الله ونعم الوكيل. تنقولوا حسبي الله ونعم الوكيل على اللي تيتفلى على الدم. وضعنا في الدريه وهي ولدها، الدريه هي جبدو، ولكن الولد راه ما ضيع، ما لقاوش في عمره 5 سنين، 4 سنين، 5 سنين اللي لقاوه عنده في عمره. الان باقي كيقلبوا، باقي تيقلبوا عليه. وتنشكر السلطات المحليه اللي دار الحال، اللي واقفين معنا وساندونا والله يدير فيها الخير، الله يدير شي تاول ديال الخير. خويا دي بنت عمتي ضاعت لينا، عندها هاد الوليد، قالت لهم انا غادا لمراكش، ولدي شدعت لها غندي لمراكش، هادشي اللي كاين. مشات اليوم انا اللي تعيطوا لي نسابي حيت انا في سيدي رحال، هما اللي عيطوا لي قالوا لي واش بنت جيرانكم رحمه وجات معها شي وحده بجيران. قلت لها ما عرفت، قالت لي راه قالوا بنت سعيده على بنت عمتي. من مراكش؟ من جينا لا من المحمديه فهمتي. عيطت لي قالت لي راه شي وحده تيقولوا لها بنت سعيده، عرفتها بنت عمتي، وانا اللي عيطت لدار امي. كيفاش لقيت هذا الخبر؟ هو راه الصدمه، راه مو مسكينه ما صابراش. دابا الدري ما لقاوش، الدري دابا باقي ما لقاوش. البحر طالع شويه. كما كان الحال طالع ولا هابط، راه ما خاصهمش يديروا للانسان بحال ما هو كاين. واش الدريه كانت كتجود لكم على هذه الفكره انها بغات تمشي؟ واحد الوقت كانت كتقولها لي انا، وقلت لها زعما هي كانت ديجا عايشه برا. فهمتي؟ كانت ديجا عايشه برا وكان عندها شي مشاكل، تفرقت مع راجلها وجابت ولدها، وملي جات كتقول لي باغا نمشي. ديجا دوات معايا في هذا الشيء وقلت لها لا. شنو الحوايج اللي خلاها دير تمشي؟ عطيش، ما خاصها والو، عطيش عطيش وزيدوها. انت دابا من الاسره ديال هاد السيدة؟ بنت عمتي انا، يعني الله يرحمها. يعني شنو الرساله اللي كتوجهي للناس اللي مازال باغي يحرقوا، باغي يديروا عقلهم ورا اللي بغاو يخدموا، يخدموا بلادهم فهمتي. اللي بغى يدير غيدير في بلاده، واللي ما كيديرش واخا يمشي بلاد الناس راه ما غيدير والو. الله يرحمها. شفتي ديك الفلوكه شفتها كيفاش دايره؟ اه شفتها. واش بان لك هذيك ديال الناس؟ هما الوقت اللي كانت قالت لي انا غنمشي شحال هذيك، كذبوا عليها، قال لها غادي نديكم ديال الصيد. وملي شفنا هذيك، هذيك شنو هي؟ ديك راه يلاه تهز 7 الناس وموحال. يعني حتى الطريقه كيفاش مصوبه ما ماشي اخر مره. الفلوكه ديال اخر مره؟ اخر مره شفتها انت هي؟ شي 10 ايام ما لحقاش. ولكن هي من المحمديه خرجت البارح ياك؟ خرجت الخميس. الخميس من المحمديه؟ من المحمديه. كتقول لهم انا في مراكش. مراكش يعني كتواصل؟ كتواصل. واليوم حتى 4 الصباح وباقا تتهضر معاهم. يدي 4 الصباح باقا كتهضر معاهم. شكرا لك، شكرا.
جمال والناس خدامة صور الصحافة مزيان يصوروا الناس. هنا الكاياس ما علاش كيدوز مع الكاياس باش مع تقال تقال باش كاع ما تكابر باش بنادم يطلع لقدام واش